ويا ترى بقى يا ندى الامور هديت بينك وبين طنط ولا لسه في قلق؟ انت ايه اللي عرفك بحاجه زي كده؟ امير طبعا، اصله ما بيخبيش عليا حاجه ابدا. يا سلام. جرى ايه يا ندى؟ مالك واخده الامور بحساسيه كده ليه؟ هو احنا مش المفروض ان احنا اصحاب ونطمن على بعض ولا ايه؟ لا يا حبيبتي اطمني، انا الحمد لله ما عنديش مشاكل ولا مع ماما ولا مع امير ولا مع حد خالص. طب الحمد لله. بس على فكره بقى، انا حاسه كده ان انت عندك مشكله مع حد. حد زي مين؟ انا يا ندى. مش فاهمه. يعني ما بقيتيش معايا زي الاول، لا بتحكي لي على اي حاجه وبطلتي تفتحي لي قلبك. لا وايه كمان، متضايقه ان امير حكالي على حاجات اللي تخصكم. لا واضح انك فاهمه غلط، انا ما عنديش اي مشكله معاكي، وبعدين ممكن يكون ده واصل لك باحساسك بالذنب من ناحيتي من اللي بتحاولي تعمليه معايا. ذنب؟ ذنب ايه وايه اللي انا بحاول اعمله معاكي يا ندى؟ والله كل واحد ادرى بنفسه وادرى كمان باللي بيحاول يعمله. بصي يا ساره، اذا كنتي شايفه ان امير كتير عليا وان انتي اولى مني بيه، فدي مش مشكلتي، هو اللي اختار. ايه الهبل اللي انتي بتقوليه ده يا ندى؟ انتي ازاي اصلا تفكري بالشكل ده؟ انا لا امير ولا عشره زي امير يفرقوا معايا. اذا بقى كنت انتي حاسه بالنقص وحاسه ان امير كتير عليكي، فدي احاسيسك وانتي حره، دي مشكلتك انتي مش مشكلتي. ايه الحلاوه؟ طيب عشان امير جه ما ينفعش يحس ان احنا بنتخانق عليه. ده حتى يقلل مننا احنا الاثنين. عن اذنك. ايه يا ساره رايحه فين؟ بس مستعجله. باي باي. ما انت قاعده يا ساره. ندى. يا ندى. ايه يا ندى مالك في ايه؟ مفيش. مفيش ايه؟ ما انت وشك باين عليه اهو. مش اتفقنا اللي اسمها سارة دي ما ينفعش تعرف أي حاجة عننا؟ حصل. ولما هو حصل بتحكي لها ليه؟ يا بنتي أنا حكيت لها عشان تعرف إن الموضوع دخل في الجد، يعني إن إحنا هنروح لمامتك وهنتقدم لك ومامتك إن شاء الله. بصي عشان تشيلنا من دماغها وخلاص. طب على الأقل كنت تقول لي. يا بنتي في إيه الموضوع؟ ده موضوع عبيط هيضايقك كده؟ أنا خلاص ما بقتش أطيقها، كل ما بشوفها لازم يتحرق دمي. لا كده نزعل. القمر بتاعي يتحرق دمه بالسهولة دي؟ ما ينفعش. وبعدين يلا بقى عشان كده نتأخر على ميعاد مامتك. يلا. مش يلا، مش همشي من هنا لما تضحكي واشوف ضحكتك الحلوه. والله انت فايق ورايق. والله انا ولا فايق ولا رايق، بالعكس انا متوتر جدا وبداري توتري ده في الضحك، فعايزك بقى انت كمان تضحكي كده عشان ربنا يكرمنا ونروح نقابل ماما وماما توافق. ها ماشي. يلا بينا. يلا بينا. يلا. بس يلا. هو انتي متخانقه مع باسم ولا ايه؟ يا ابني بطل تبقى حشر شويه، وبعدين هو انا هتخانق معاه ليه يعني؟ اصلكم من النادر لما تسيبوا بعض، ودلوقتي يا دوب سلام من بعيد لبعيد. تصدق انك غلطت؟ يبقى اسكت احسن بدل ما اجيب لي نفس الكلام. ايوه. سميه حاسبك على المحاضره. ازيك يا سميه؟ ازيك، انت عامل ايه؟ ايه يعني؟ معديه وما بتسلميش؟ لا عادي يعني. أنا شفتك واقف مع أصحابك قلت خليك براحتك. محدش بيشوفك ليه؟ ما أنت هتشوفني الأيام الجاية كتير. مش فاهم. ما أنا هاجي أفتح شقة جدي وأقعد فيها فترة الامتحان. ليه في حاجة؟ ماما هتتجوز. تتجوز؟ همشي أنا بقى عشان حق المحاضرات. حكاية جوازها دي طبعًا مأثرة عليك مش كده؟ ولا تفرق معايا. طب ابقي تعالي افتحي شقة جدي وأقعدي فيها، وندى تبقى تيجي تقعد معاكي. وهو تبقي جنبنا يعني. ما هو ده اللي انا ناوي اعمله ان شاء الله. عموما يبقى سلمي عليهم لحد ما اشوفهم. عن اذنك. الحمد لله، اللهم دامها نعمة واحفظها من الزوال. طب انا وشفا يا اخويا. شكلنا ست نجات خليتينا ادوق طعم اللقمة الحلال يا اخويا. الف انا وشفا، مطرح ما يسر يملي.
اول لقمه ناكلها مع بعض عيش وملح، وعيش والملح عند ولاد البلد دي حق كبير قوي. فاهم قصدك يا ست نجاه، والايام هتثبت لك ان هصول العيش والملح ده. ربنا يديك الصحه والعافيه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ديه؟ الحمد لله. المعلم حسونه جاب الساكن الجديد ومستنيينك يا ست نجاه. يا ما انت كريم يا رب. خد يا اخوي مفتاح اهو، فاهمين مفتاح الشقه، افتح ودخلهم عبال ما اكمل لقمتي واحصلك حالا. ماشي، ما تتاخريش علينا بقى. حاضر يا اخويا. السلام عليكم. ما انت كريم يا رب. هو انت هتاجري شقه الحاج مرشده يا ست نجاه؟ هنعمل ايه يا اخويا؟ قال ايش رماك على المر؟ قال اللي امر منه. معلش يا ست نجاه، هتفرق ثلاثة بالله العظيم، هتفرج ومن واسع كمان. يا رب اسمع من بقك ربنا. ها زي ما قلت لك يا مقدسة، شقة شرحة وبرحة وهترتاحي فيها على الآخر. أهي شقة والسلام. هما فين بقى أصحاب الشقة دي علشان نخلص، ولا هيسيبونا ملطوعين كده؟ الست نجاة زمانها جاية، استهدي بالله بقى شوية. نقطنا بسكاتك أنت. حلو الكلام. السلام عليكم يا معلم. عليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته. يا بسبتي يا خراب يا دهوتي، هو انت افتكرتك؟ هو انت بقى اللي ماشية في الشارع تلوش في خلق الله؟ انا اللي ماشية لوش يا ولية ام 44 يا ام سحلول انت، ولا انت اللي بتقولي الشكل البقى وتتخاني مع دبان وشك؟ ده انا كنت هتوقعيني على وشي في الشارع، امال لما اسكن معاكي انا هتعملي فيا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. اخص عليك يا معلم حسونه، دي عامله تعملها فيا يا راجل؟ ومالش حل ان انا مصياب، قلت لك جيب لي ساكن ابن حلال يتقي ربنا يكون مؤدب عشان يسكن في وسطينا هنا، ما لقيتش الا الوليه ام الصان طويل دي المجرمه دي تسكنها معانا هنا؟ انا مجرمه يا قليله الادب يلي ما اتربيتيش؟ انا ست هاي من عيله كبيره، لكن انت اللي ما اتربيتيش. ما هو ما بيجيش من وراك غير وجع القلب يا معلم حسونه. الله الله الله، ما تستهدوا بالله. امال يا جماعه بلاش الكلام ده بقى. بقول لك يا معلم، الست دي مالهاش سكنه هنا عندنا. انا ماليش سكنه هنا؟ انت اللي مالكيش سكنه، ولا حد طايق يبص في خلقتك. اخراسي ده قطع لسانك من لغلوغه. انا ما حدش يبص في خلقتي، ده انا نجات، نجات اللي بيحلفوا بحياتها وبكرامتها وبجدعانتها. انت تقول عني كده؟ انت يا ولية اللي بنت لبيتك من قبل ما تسكني. يلا خدوا ام سحلول ولا ام وردان ولا ام 44 دي واتكل على الله من هنا. انا ام سحلول وابو وردان؟ انت اللي ام سحلول وابو وردان وكل العبر فيكي. انا لا طايقاكي ولا طايقه المكان ولا طايقه المعلم حسونه اللي جابني هنا. اسمع يا ولد، انت خد الشنطه نزلهم. يلا بستين الف. ايه الف سلامه؟ ايه رايك ان انا اكسر قله وراكي؟ لا زير، ممكن ارمي البيت كله وراكي. يلا ولاد اتكل على الله من هنا. السكه اللي تودي احسب اللي تجيب. انزل الشنطه يا معلم. استنى يا ضيف امال. اسمعي يا مقدسه، انت خلاص خليت الشقه، يعني مالكيش مكان تروحي فيه، وانا بصراحه ما تفرقش معايا، ولو جيتي قلتي لي عاوز مكان اقول لك انا ما يلزمنيش. ايه رايك بقى؟ يعني هترمي في الشارع؟ صلحي امورك مع الست نجات، الشقه دي لقطه. اتليه انت؟ حلو الكلام. زفت الكلام. يلا يا اختي انت ورا، مش فاضيه للكلام الفاضي ده، انا ورايا شغل. هو هي ايجارها كام الشقه دي؟ خلاص يا حبيبتي، بح، ما بقاش عندي شقه للايجار. خلاص رجعت في كلامي. حلو الكلام. هي اللي مش عايزه. معلش يا ست نجات، دي ست كبيرة برضو، وما يهونش عليك تترمي في الشارع. شارع؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شارع ايه بس يا معلم؟ ده انا شيلها على راسي من فوق جوه عناي الاتنين، اما اشوف اخرتها ايه. انت اللي تشوفي اخرتها ايه؟ امال انا اقول ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، خير تعمل شر تلقى. شايف الست ام صال طويل دي؟ عليها لسان تعدمه. ايه يا جماعه، ما تستهدوا بالله وسمعونا الفاتحه كده.